فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل معشر المسلمين، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، يقول الحق تعالى في محكم التنزيل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إن أكل المال الحرام سبب للشقاء والعناء في الدنيا وللفزع والعذاب في الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يعني أي واحد أكل المال الحرام، فاللحم الذي نبت من ذلك المال الحرام ومن ذلك الأكل الحرام، هذا اللحم إنما النار أولى به، يعني أن ذلك العبد إنما يكون أقرب أو يكون أقرب إلى النار منه إلى الجنة. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى الرسل وأمر المؤمنين أن يقتصروا على أكل الطيبات، فقال عز من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. الإنسان أيها الإخوة الكرام يتأثر بمطعمه، الإنسان يتأثر بما يأكل وما يشرب وما يكسب من مال، الإنسان يتأثر بمطعمه، فإن كان مطعمه مطعما حلالا طيبا كانت تصرفاته تصرفات خير وتقوى، وإن كان مطعمه والعياذ بالله حراما ومشبوها كانت تصرفاته وأعماله منبوذة. وقد صح في الحديث أن أكل المال الحرام، أن آكل المال الحرام لا يقبل دعاؤه عند الله. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ثم يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى
يستجاب له، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمثل هذا العبد لا يقبل دعاؤه عند الله عز وجل، فيكون دعاؤه وأعماله مردودة عليه. ومن الأموال الحرام التي نهى الإسلام عن أكلها وعلى صرفها الرشوة، الرشوة أخذا وعطاء وتوسطا، يعني منع الله عز وجل عطاءها ومنع أخذها ومنع التوسط في أدائها. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن أمم ضالة كانت ترتشي، قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ولقد سمى الإسلام المال الحرام بالسحت لأنه يسحت الطاعات، يذيب الطاعات، يذهب الطاعات، لذلك سمي بالسحت. يعني على كثرة طاعاتك إذا أدخلت إلى بيتك مالا حراما سحت تلك الطاعات وأذهبتها وأذبتها، يسحت الطاعات ويذهب الحسنات. ومن السحت الرشوة، بل من العلماء من قال بأن السحت هو الرشوة عينها، وهي مرض فتاك يفسد الأخلاق ويضيع الحقوق ويعطل المصالح. فالرشوة تجعل الحق باطلا وتجعل الباطل حقا، بالرشوة ينتصر اللص والسارق وينهزم الشريف الفاضل. الرشوة علامة على نقص الدين وضياع الأمانة وانتشار الخيانة. فما هي الرشوة؟ وما حكمها في الإسلام؟ وما هي أنواعها؟ وما هي عقوبتها في الدنيا والآخرة؟ هذا ما سنحاول تفصيله في هذه الخطبة. الرشوة أيها الإخوة الكرام هي كل ما أعطاه المرء، وكل ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل حتى يحصل على حكم هو لا يستحقه، ليحكم له بباطل أو ليولى ولاية أو ليظلم إنسانا، يريد أن يولى ولاية، أن يصل إلى مسؤولية هو لا يستحقها، أو لا ينخرط في الدرب الذي يوصل إليها بشكل قانوني. نفرض مثلا باش توصل لواحد المهمة لواحد الوظيفة خصك تدوز واحد امتحان واحد اختبار، بحالك مع بحالك بحال جميع الناس، مثلك مثل جميع الناس، فإذا نجحت في ذلك الاختبار استحققت تلك الوظيفة. أما أن تدفع الرشوة وأن تحصل على تلك الوظيفة أو تلك المسؤولية دون أن تنخرط في الطريق القانوني لها فتلك هي عين الرشوة. أو أن تظلم إنسانا، تدفع رشوة حتى تظلم إنسانا أو حتى تهضم حق إنسان، فهذه هي الرشوة. الرشوة أيها الإخوة الأفاضل لها صور متعددة وأسماء مستعارة في وقتنا الحاضر، نسميها أحيانا بالهدية، ونسميها بالإكرامية، ونسميها بالبقشيش، ونسميها بالملحة، ونسميها بالعطية، ونسويها في بعض البلدان بالقهوة، كاس القهوة. وقد تكون الرشوة دعوة إلى مأدوبة طعام، تعرض على واحد تدعوه إلى مأدوبة طعام حتى يقضي لك بعض الأمور فهي رشوة. أو تكون بتكفل بمصاريف سفر سياحي أو ما أشبه ذلك. كل ما تقدمه من دعم مادي أو من خير لموظف أو لمسؤول حتى تحصل على ما ليس لك بحق فهذا يدخل في معنى الرشوة كيفما كان اسمه، سميه الهدية ولا الكاس القهوة ولا ندور التدويرة، هذا كل الاسم الحقيقي ديال الشرعي هو الرشوة، الرشوة. وقد تنبأ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الأمر فقال: يأتي على الناس زمان. الرشوة أيها الإخوة الكرام في اللغة، أو سيدنا علي بن أبي طالب قال: يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية، يستحل فيه السحت بالهدية، يعني غادي نعطيه اسم آخر بحال الموجون وكذا تسميه بالفن، الآن نفس الشيء
السحت والرشوة تسميها بالهدية أو العطية. والرشوة أيها الإخوة الكرام لغة من ناحية اللغة مأخوذة من الرشا، الرشا، والرشا في اللغة العربية هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، ذاك الحبل اللي تنرخيه في البئر باش نوصلوا للماء، هذاك الحبل يسمى باللغة العربية بالرشا. فهنا استعارة، الدين الإسلامي استعار هذه الكلمة فاعتبر بأن الرشوة هي مثل الحبل، هو المال الذي تدفعه حتى تصل إلى خير ما وخير لا تستحقه، هذا هو، من هنا جاءت كلمة الرشوة هي الرشا. وحكم هذه الصفقة في الإسلام واضح، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي يعني الذي يدفع المال، والمرتشي الذي يقبض ذلك المال. وفي رواية أخرى عند أحمد والطبري عن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. الرائش يعني الذي يمشي بينهما، هذا الانترميديير، يقول لك أنا وصلة وصل بينكما، أنا غنتوسط لك هذه الوساطة. لعنه الله عز وجل، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم يلعنه الله كذلك. واللعنة هي الطرد من رحمة الله، يعني لما نقول لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لعن الله فلان، يعني أنه طرده من رحمة الله عز وجل. والذي طرد من رحمة الله كيف يمكن أن يتمنى أن يحصل على رضا الله، وكيف يمكن أن يتمنى الجنة، وكيف يمكن أن يتمنى رحمة الله إذا طرد منها. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائشة يعني الذي يمشي بينهما. جاء في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية. هذا رجل استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بصدقات قرية قبيلة تسمى ببني سليم، هذا يسمى بالعاملين على جمع الزكاة. وهذا في الإسلام تنعطيه واحد القسط من الزكاة، تنعطيه واحد يعني القسط من المال، من واحد الراتب من الزكاة نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الرجل بن اللتبية حتى يأتي بزكاة بني سليم. فلما جاء حاسبه، حاسب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء اللي جاب، قال: هذا مالكم وهذا هدية لي، هذا الفلوس اللي جبت لكم وهذه هدية أعطوها للناس وهذا أهدية لي أو هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. سير جلس في البيت ديال باك ولا ديال أمك وشوف واش ديك الساعة الناس غايجيو يدقوا عليك ويعطيوك ديك الهدية. علاش الناس عطاوك الهدية؟ لأنني أنا اللي بعتك، لأنك موظف عند الدولة، لذلك عطاوك ديك الهدية. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها سحتا، اعتبرها مالا حرام. أنت عندك وظيفة وعندك الراتب ديالك على الوظيفة، إذا ما خصكش تاخذ فوق الوظيفة نتاعك، فوق المال ديال الراتب نتاعك، إلا خديتيه خديتيه على المسؤولية اللي عندك، على الوظيفة اللي عندك. إذن هذا يعتبر سحتا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لتبيان يعني لتبيان خطر الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قام فخطب في الناس على هذه القضية، خطب في الناس ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. أنا تنوظف الناس منكم على أمور اللي ولاني الله عز وجل المسؤولية فيها. فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذا المناسبة ديال هذا الرجل هذا، وبغى يعطي درس لجميع المسلمين. قال لهم: الراجل أنا تنوظفوا وظيفة ديال الدولة من المسؤولية اللي تابعة للمسؤولية نتاعي مما ولاني الله عز وجل، فتيجي ويقول لك هذا لكم، هذا مالكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ عطيني، قال نفس الكلام اللي قالوا له في وجهه وقالوا أمام الجمع من الجمع من المسلمين. والله لا يأخذ
والله والله يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا ألقى الله بحمله يوم القيامة إلا ألقى الله بحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى إني غيجي يوم القيامة والإنسان اللي خدم مثلا من الزكاة هو عنده عامل على الزكاة وأخذ منها جملا يأتي غدا يوم القيامة يحمل ذلك الجمل والجمل له رغى هذا صوت الجمل يسمى بالرغى فيأتي يحمل الجمل والجمل له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر يعني غيأتي بهذه الحيوانات التي أخذها من الزكاة كل لها صوتها وهو حملها على كتفه غدا يوم القيامة ثم رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت يعني أنا أديت الأمانة راه إلا شي واحد خدا فوق من الراتب اللي تتعطيه الدولة في المسؤولية نتاعو غادي يجيب ذاك المال يحمله غدا يوم القيامة يحاسب عليه بين الخلائق ويفضح بين الخلائق فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى عظمة الذنب انظروا إلى يعني كبار الذنب عند المسلمين من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يتبين أن هدايا الحكام وهدايا الموظفين ومن حكم بين متخاصمين كلها رشوة وسحت يحرم قبولها وخبيث مالها وخبيث طعامها وهذا ما يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أبو داود من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك الراتب فهو غلول ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة اللي غل يعني كأنه سارق من مال الزكاة أو سارق من مال الأنفال وهذه من الكبائر معشر المسلمين معشر المسلمين والمسلمات الرشوة أنواع عدة ولكل نوع حكم خاص النوع الأول هو الرشوة المحرمة بين الجانبين محرمة على من أعطى ومحرمة على من قبض وهي كما قلنا أن تدفع مالا حتى تحصل على ما لا حق لك فيه كأن تحصل على منصب لا تستحقه أو لا يتوصل إليه إلا بشروط معينة وأنت لا تتحقق في تلك الشروط ومن ذلك أن تدفع رشوة لموظف أو قاض أو شرطي أو إلى غير ذلك حتى يحكم لصالحك وأنت ظالم فهذا النوع أيها الإخوة الكرام هو الذي يعني قصدناه فيما قلنا إلى الآن نوع حرام على الراشي وحرام على المرتشي وحرام على الرائش النوع الثاني هو أن تدفع رشوة لموظف حتى تحصل على حق من حقوقك يعني واحد موظف قال لك أنا ما غنعطيك حقك تتدهن هكذا يقول أنت هذاك حقك ماشي ما بغيتش تسرق حد حق ديالك واحد كلا لك الدار ديالك ولا ما تخلص لكش الكرا ولا انت جايب واحد الحويجات معاك من فرنسا وداخل البلاد هذاك حقك تدخلها ولكن وقال لك ما غندوز لك ديك القضيه وما نعطيك الحق ديالك حتى تدفع فهذا اذا دفعتها هي رشوة ولكنها حلال عليك حرام على من قبضها منك لانك لا تتوصل الى حقك الا بدفعها انت عارف بانك لن تتوصل الا بدفعها ولكن حنا عندنا شي ناس قبل ما يقولوا الاخر اعطي دار الباسبور ديالو حاط فيه الفلوس ومازال ما قال لك والو السيد مازال مطلب منك مازال ما هددك ما والو انت من الاول عطيه الرشوه موجدها من الاول جايب الطوموبيله ديالك مخرج له قرعه ديال المناضه ولا شي حاجه ولا حاط له في الباسبور ديالك الفلوس هذا انت دخلتها في الحرام لانه لم يفرض عليك ولم يطلب منك وانت تساعد على الرشوه وتساعد على الفتنة وتساعد على أكل الحرام بين الناس لأنه يولف من هذا ومن هذا ومن هذا غادي يطلبها الآخرين لا مادام واحد مطلب منك وحاول توقف الحق ديالك طلبه في الأول ما غندفعش حتى إلا شفتي الحق ديالك ما كاينش ما مقبوضش وطلب منك ديك الساعة عادي لا دفعتي لا يعني يؤخذ عليك ما دفعت
فهذا آنذاك لا تكون قد وقعت في الحرام، ولكن القابض وقع في الحرام، والرائش بينكما وقع في الحرام، لأنه الخدام ديال الآخر. غالبا ذاك الرائش يقول لك واه الجيب وأنا غنتفاهم معاه، هذاك راه خدام ديال الآخر، توا تياخذ الحق ديالو. إذن اللي خدا واللي كان يعني واسطة بيناتكم هذوك في الحرام، أنت باش تاخذ الحق ديالك تفعتي لم تقم بحرام. الرشوة الثالثة هو أن يسوي لك موظف أو حاكم أمرا من الأمور التي تعتبر من حقوقك، هي من الحقوق نتاعك، ولا يسألك عن شيء، ما يطلبش منك المال، هو قام بالدور ديالو، قام بالوظيفة نتاعو، قضى لك الغرض نتاعك، انتهيت من الأمر، قضيت حقك، وبعد ذلك تقدم له هدية. هذه أنت من عندك، ما طلب منك ولا شيء، أنت قدمت له هدية. هذا الأمر أيها الإخوة الكرام يقول في العلماء أنت لا حرج عليك، أنت دفعت هدية من بعد ما قضى لك الغرض، إذن لا حرج عليك. ولكن بالنسبة للقابض هنا اختلف العلماء، منهم من قال بأنه حرام عليه أخذ ذلك، واعتمدوا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استعملنا أحدا منكم فما أخذ فوق يعني ما رزقناه فهو حرام. إذن قالوا إذن هو عنده الوظيفة ديالو، عنده الراتب نتاعو، ما كانش خصو ياخذ دوك الفلوس اللي فوق من الوظيفة نتاعو، فوق من الراتب ديالو. ومنهم من قال بأن ذلك حلال لأنه لم يطلب منك، فهي هدية فقط. ومنهم من وقف بين الموقفين فقال بأنها مكروهة، يعني حاول الإنسان يتفاداها. ولكن متى تصبح حراما؟ إذا كنت تطمع في أن يقضي لك يعني أمرا ما مرة أخرى، أنت تقول أنا أعطيها هذه المرة باش مرة أخرى يسر لي الأمور، أنا ذاك وقعت في الحرام، أنا ذاك وقعت في الحرام، لأنك تطمع في خدمة أخرى، أصبحت أنت في الحرام وأصبح كذلك هو في الحرام. والأولى أيها الإخوة الكرام في مثل هذه الأمور أن يتقي الإنسان الشبهات، الحاجة اللي فيها الشبهة علاش غادي نأكلها ونوكلها وندخلها لوليداتي ونوكلهم الحرام، ما ناخذهاش أنا أصلا، وانا ما نعطيهالوش ما دام قضى لي الغرض ديالي، ما علاش غادي نمشي نعطيها مثلا نعرفوا لا من القريب ولا من البعيد، هذا ماشي سي صاحبي او قريب من الاقرباء ديالي اللي باغي نعطيه هديه، ما نعاودش نشوفه، علاش غادي نعطيه انا هذه الهديه لانني تنطمع في ان ياخذ من اناس اخرين او ان يطلب من اناس اخرين. اما ان كان هذا النوع الرابع، وهذا لا نسميه رشوه، ان كانت هديه قدمتها الى احد حبا فيه، تذا تحبه قدمت له هدية، هذا لا حرج فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، تحببا إليه حتى تقرب إليه حتى تتودد إليه، فهذا لا حرج فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، قدموا الهدايا بيناتكم حتى المحبة تكون قوية بيناتكم. إذن هذا لا حرج فيه، لأنك ما طامع فيه، ما تتحاول يقضي لك شي غرض ولا شيء، تحبه لله أو توددت إليه أو تحب أن تتودد إليه وقدمت له هدية، فلا حرج آنذاك في هذا الأمر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من السحت وأن يقينا من المال الحرام، وأن يطيب رزقنا، وأن يجعلنا ممن يأكل الطيبات ويعمل صالحا، إنه على ذلك قدير بالإجابة شديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. معشر المسلمين والمسلمات، الرشوة داء وبيل ومرض خطير وجريمة عظمى، فما وقع فيها امرؤ إلا محقت البركة في صحته وفي وقته وفي عياله وعمره، وما تدنس بها أحد إلا وحجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه وساء منبته، وضررها أكبر على المجتمع حين يتلبس بها حكامه ومسؤولوه وموظفوه، فحين يعم الفساد في البلاد بالسحت فلا عجب أن يرفع الله عونه ونصره وتأييده للناس. جاء في معلقات البخاري الموصولة عند غيره أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله اشتهى تفاحا، وهو أمير للمؤمنين، اشتهى تفاحا فلم يجد في بيته ولا ما يشترى به، يعني لم يجد التفاح في بيته
ولم يجدوا المال حتى يشتروا له تفاحا. فخرج رحمه الله وهو الخليفة آنذاك فتلقاه غلمان بأطباق التفاح. جاءوا عنده بعض الأطفال وهذه الأطباق ديال التفاح وجاءوا تلقاوه أمير المؤمنين تلقاوا له بالتفاح لأنهم يعلمون أنه يشتهيه ويحبه. فسيدنا عمر بن عبد العزيز تناول تفاحة فشمها ثم ردها إلى الطبق فقيل له في ذلك يعني علاش رضيتها ما كليتها تشتهيها؟ فقال لا حاجة لي فيها. فقيل له ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن الخطاب يقبلون الهدية؟ فقال إنها لأولئك هدية. إنها لأولئك يعني أبو بكر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والعمر إنها لأولئك هدية وإنها للعمال بعدهم رشوة حنا إلى خدينا هذا الكلام المفروض أنه سيدنا عمر بن عبد العزيز حتى لو أكل من تلك التفاحة هذا ليس بحرام عليه، هذه هدية جابوها له أطفال، لا ليس ذلك بمحرم عليه، ولكنه الورع أيها الإخوة الكرام يتورع لأنه قال يعني هذه الهدية ما آتاني بها هؤلاء الأطفال إلا لأنني أمير للمؤمنين، فلذلك امتنع أن يأخذها وهي حلال عليه، ولكنه الورع أيها الإخوة الكرام. فلو تورعنا بهذا الشكل ولو تورع حكامنا ومسؤولون في كل البلدان في العالم الشراء هذا الوبال هذا مس العالم أجمع، يعني بلد القانون وبلد غير القانون هذا شيء موجود في كل بلاصة، بل بعض البلدان هي اللي علمت بلدنا الإسلامية هذه الأمور، إحنا كانت بلدنا الإسلامية في ملأ عن الرشوة وعن المعاملات، ولما جاء الاستعمار البلدان تاعنا الأصلية جاء بهذه الأمور، راه هو اللي جبلنا ماشي إحنا اللي تنعلموها، ولكنها انتشرت يعني بيننا حتى فسدت المجتمعات ووصل الناس إلى يعني مسؤوليات لا يستحقونها وتولوا أمور المسلمين وهم ليسوا بأهلين لها. وما علينا إلا أن ننظر إلى من يمثل يعني المسلمين في البلدان الإسلامية في البرلمانات إلى غير ذلك، أناس لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يفقهون شيئا، ما وصلوا إلى تلك المناصب إلا بالرشوة، وما وصلوا إليها إلا بالمال الحرام، وما وصلوا إليها إلا لأنهم وجدوا من الناس من شجعهم عليها ومن أوصلهم إليها، فكلهم في الحرام من وصل إلى تلك المسؤولية ومن أوصل ذلك أو ذلك الإنسان إلى المسؤولية. فلو صلح المجتمع وصلح أفراد المجتمع لا نقيت مجتمعاتنا ولا تطهرت من مثل هؤلاء الأشخاص الذين أفسدوا على الناس دينهم وأفسدوا على الناس مصالحهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل، واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم حسن أخلاقنا وقوي إيماننا وارفع عزائمنا، واجعلنا من العباد الزهاد يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا فسيح جناتك وقنا من خزيك وعذابك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ اللهم بعظمتك أن نغتال من تحتنا. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.